اش كدير؟ سامع جن سامع جن كيسلموا عليك منياتك بزاف وتوحشوك وانا توحشت ما انا راني توحشتكم بزاف بزاف الله يرضي عليكم الله يحفظكم الله ينقي طريق الشوك من طريقكم وراني توحشتكم بنيتي نزهة وجميلة ثلاثة سنين ما تليت شدكم وانا بنيتي سنعجن ونشقى ونحباب ونضرب تامالة ونسرح بهيمات ونجيب دار يوا بنيتي راني عييت الله يرضي عليكم الله يحفظكم الله يرضي على دوك الناس اللي كدوا معاهم الله يحفظهم الله يكثر خيرهم الله يحفظهم الله يكثر خيرهم الله يرضي عليهم ويلا خوتي المويكلة ديالنا ها هي وجدتها وهذه هي الحال اللي خدام جوج هيرسو نيس زوس اختي الله جات عندي هي باقا مركونها يلا دخلت السلام عليكم اخوتي كي دايرين لاباس عليكم اموركم هانيه بيتي دار الله هي شي زيت كيف صونت عليها وعندها ترى يلا تعشي تعشي عشيت وجابت معاها شوت شوت جبت لها شوت مرقه جابت لي شويه المرقه راه محطوطه لهي قلت لها حنا درنا داو الصلبه زيتها ايوا انتوا الراجل مسكين راه جيعان راه قلت لكم راه تنخليهم راه ما يعرفش يقلي بايطه يلا يلا انا دار داك الخبز بحال هكا داير فيه شي شكلاط ولا شي حاجه ولا شي تخربيق او كلها ايوا الدري راه فينا ودار ماكله الزبد عاد نعطيها ليه والحمد لله وهذه هي الدنيا وهذا يقول لي هذه هذه هذا هو عشا الخدامه هذا هو عشا الخدامه والصوبه راه زوينه الحمد لله بعدا ندير قرعه وطاطا قرعه وطاطا الحلوه وراها شافوها وهذه راه درتها هنايا لا ياسين وشكرا لكم لا نشوف واحد جزائري وواحد تونسيه كتبوا لي يا ايوا واحد من الجزائر يلا تفضل تبارك الله بزاف ديال التعاريق لا يوم اي الصديق في بيت سلام دوزو ها وروبنا هروب اللي مسحوا وروبني والتحيه للخوتي كاملين تحيه تونس وتحيه المغرب المغرب العربي فيما كان والتحيه للعالم من العالم حتى للعالم تبارك الله عليكم اخوتي ومساجاتكم مشجعه وزوينه شكرا لكم وكنا نعطيكم تحيه كامله راني كنبغي نجاوب تبارك الله ميساجات بزاف لا لا شكرا لكم بزاف بزاف على ميساجاتكم الزوينه اللي كتعبروا على شخصيتكم الغزاله ونزا كتدعموها وكتقول لها كلام زوين وتا انا على داك اليوم ديال اللي كنت في السبيطار تا هو قلتوا عليه كلام زوين وشوفي طميان تا هو استقبلتو استقبال زوين عندنا في القناه والله يرحم لكم الوالدين والله يكبر بكم كيف ما كبرتوا بيا والله يكبر بكم وكتقولوا لينا انتم طبيعيات وعفويات راه هذه هي الحياه هاد ربونا والدينا هاد مختيرة عاد جيت راه ما عالمة على والو هاد انا كنجي عا بالحيك كيف ما يقولوا ها بالحيك والبيجامة ها هو الدم وراها ياسين انا خرجت من هنا ندخل وش الحمد لله هذه الدنيا احنا طبيعيين احنا اصلا رحنا هكا كيف تشوفونا كيف تلاقوا معنا لا تلاقيتوا معنا بالزنقه احنا بحال هكا يعني والله يخلينا في طبيعتنا الله يخلينا في طبيعتنا هكا علاش هكا هما احنا هذا هما احنا وعجبناكم وجناكم على قلبكم وعفويات وكل شيء الله يكبر بكم والله لاقينا مع محسن منا هذاك الشيء اللي كاين والله لاقينا مع محسن منا الحمد لله ميساجاتكم زوينه ومشجعه وتبارك الله عليكم الله يحفظكم الله ينجيكم من كل الافه والله يخلي لكم معز عليكم ومرحبا بكم مع اخواتاتكم مرحبا بكم مع اخواتاتكم ومرحبا بكم مع ايام البلجيكي انت هو ولا عبدي انت هو ولدي عبدي والمعوبه يا مروكان قال لك هو مروكي هو بكر هو راه ولا مروكان ولا دايرين معاهم ولا عايشة معاهم ولا عايشة معاهم هذوك الناس ديولهم اللي يشوفهم مرة مرة شوفني انا والمغربيه ملي شفنا مسكين هضروا بالمغربي قلنا هضروا معايا انت شويه بالسلام نقول لي وانت تتعلم انت تتعلم منا حنا نتعلم منك وانت تتعلم منا اي ولكن فهمت الله لما ديش كينش سلاغ هو ما يحملش الدراري
دابا الدري مشى الدري قال لي حاضي الدري هو هكا هذا تحضر عينيه هذا تشوفوه في الفيديوهات عينوها في الدراري عينوها في الدراري ماما نوكيش نوكيش هي سوريا ليز يا انا شويه نعطيك تاكل يلا يجيب نفس الصواب يلا خودي شكرا لكم والله يحفظكم ودعوا معايا الله يجمعني مع بنتي ان شاء الله والله يجمع اي واحد اللي دايره لي على قلبه الله يفتحها عليه بالخير بزاف داير بنا بزاف كيقول لك الحمد لله انت اللي مشيتي شفتيها حنا باقي ما شفناش والدينا باقي ما شفناش وحده قالت لك مسكينه خلات بنتها ولدها وحده قالت عارفه خوتي راني دوزت 10 سنين ديال الحريق هذه كلام اخوتي اللي كتقول والله اللي كيشرح في القلب 10 سنين ديال الحريق يعني حاسب اخوتي اللي ما عندهمش اوراق حاسب اخوتي الحراقه اللي ما عندهمش مساكن الوراق الله يعمر ربي صوب ليهم والله يعمر ربي يفتح ليهم بيبان الخير والله يعمر ربي يسهل لهم الطريق كما انا ان شاء الله واخا انا راني تكرفست وتعذبت وتمحنت وفيديواتي راه مازال تنشارك معاكم داكشي ديالي ولكن الحمد لله من بعد لا الضيقه كاين بابا ما مشيت للمغرب ومرات وتمحنت وشكر الله يسهل على خوتي الحراقه والله يعاونهم راني انا ولا لا بغيتو تشوفوا نزها كيفاش ورا نعاود على القصه ديالها من الاول حتى الاخر كاين اجزاء ديال القصه ديالها بغا القصه ديالي تفرج فيها راهم كاينين في يعني في اليوتيوب كاينين في اليوتيوب ديالي ملي خرجت من المغرب لتركيا من تركيا واليونان قصتي مع الجزء الاول والجزء الثاني وراها واحد المعاناه قبيحه والحمد لله ورا باقا ما وصلت لهنغاريا باقا صربيا كاع ما دويت عليها باقا هنغاريا كاع ما دويت عليها باقا النمسا كاع ما دويت عليها ايطاليا باقا ما دويتش عليها فرنسا باقا ما دويتش عليها الا بغيتو اخوتي تكمل لكم القصه وكان عجبتكم كتبوا لنا في التعاليق كتبوا لنا زيدي هضري لينا زيدي تشجعي وقولي لينا باش تشجع راه تقولي لي وكتقول لي واخا وعاده نعاود لكم على معاناتي اللي دوزت في بلجيكا وعاده ملي نسالي هادشي كله اللي تيقول لك كاين شي وحدين قلال اللي تيقول لك خديتي بلجيكي خديتي بلجيكي عاده نعاود لكم نرجع لكم للمغرب معاناتي في المغرب والله يهدي اخوتي اسمح لي نقطع عليك الله يهدي اخوتي الناس اللي كيقولوا كاين بعض التعاليق اللي كيقولوا فيهم الفيزا والباسبور ديري به جيبي به بنتك خذي الفيزا وديك الساعه انت شبغيتي ديري به الله يهديكم الله يهديكم شتو ملي تقول هكاي ما عالمين على والو انا بالنسبه لي انا خوتي الحراقه راهم فاهميني خوتي اللي ما عندهمش اوراق راهم فاهميني خوتي وخواتاتي راهم فاهميني انا كنت باغا على ما نحط راسي باغا في الرتاح يعني كنت يعني ما نقولش لك ما باغاش وراه المراه كتبغي السند والراجل كيبغي السند كنت باغا اول وحده كنت باغا السند وثانيا تفرج الله في الوريقات هذا السيد وهذا يان ماشي السيد بولي يان سي ياكل مسكين وما خليته كاع ياكل هذا اللي تتقول عليه راه جوزه وباسبور هذا راه راجلي هذا وهذا هو تاج راسي هذا هو